السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان نعرف أي معلومة عن أي عنصر أو نعدل في أي عنصر خصائص بتاعته فلازم أعمله سيلكت. فأنا دلوقتي مثلا لو عملت سيلكت على الحيطة دي والحيطة دي فعرفت نوع الحيطة، عرفت الخصائص بتاعته وأقدر أعدل فيها زي ما أنا عايز. طيب ممكن بعد شوية عايز أنا أعمل حاجة وبعد كده أرجع لنفس العنصر ديت، تمام؟ ممكن أكون عامل سيلكت عناصر كتير جدا، فبلاقي عندي خاصية حلوة إن أنا عندي سيلكشن، فأقول أقدر أسيف السيلكت دوت، تمام؟ اديله مثلا ده وول واقول له اوكي، ومثلا ممكن اعمل سيلكت على بعض العناصر بالشكل دوت واقول له سيف وسيفها باي اسم، بس يكون اسم واضح ان ايه العناصر دي انا عامل سيلكت ليه، بحيث اقدر ارجع لها. مثلا عامل سيلكت على كل الاشجار كل الانوار وهكذا. طيب في اي لحظه عايز تقول له لود وتبدا تختار الحاجه اللي انت عايزها وتقول له اوكي، هيبدأ يعمل سيلكت على العناصر اللي انت عاملها اهوت. تقول له انا عايز اعمل لود للاتنين، اوكي هيبدأ يعمل سيلكت على دول. ممكن تيجي تقول له انا عايز اعمل اديت، فيقول لك اختار الحاجة انت عايزها اتنين مثلا. تقول له اديت، اديت دي تقدر تقول له اد يعني انا عايز اضيف بعض العناصر، تمام؟ او تقول له انا عايز اعمل ريموف، فتبدأ تختار العناصر، هو بيبدأ يديلك لون معين بحيث ان انت تقدر تطرح الحاجة اللي انت مش عايزها. ممكن تقول له مالتي ايبل بحيث ان انت بتعمل سيلكت العناصر كتيرة مرة واحدة، وتقدر تقول له مثلا اد انا عايز اضيف مثلا العناصر ديت، وبعد كده تقول له فينيش وفينيش سيلكشن وتقول له اوكي، وتقول له بعد كده انا عايز اعمل لود، وتبدأ تحدد مثلا دي رقم العناصر اللي هي تبع جزء 2، شلنا احنا السقف وضفنا الاجزاء ديت.